بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد أبدأ الحلقة بتهنئة جمهور النادي الأهلي بالإنجازات العظيمة اللي اتحققت بالأمس في ألعاب الصالات. امبارح النشاط الرياضي والنادي الأهلي استطاع أن يحقق بطولتين ليضافوا إلى سلسلة البطولات والإنجازات التي تحققت على مدار سنوات ماضية في ألعاب الصالات، وتحديدا في لعبة الكرة الطايرة ولعبة كرة السلة. بالأمس فريق الكرة الطايرة رجال عمل إنجاز كبير وعظيم بالفوز بالبطولة الإفريقية. أو قبل ما أتكلم على إنجاز الطايرة، عايز أتكلم زي ما أنتم شايفين على الشاشة قدامي، فوز فريق النادي الأهلي رجال كرة السلة بدوري السوبر، دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري، وكانت مباراة قوية جدا في الجولة الختامية. يمكن كان 5 مباريات في المباراة النهائية، الاتحاد السكندري فاز في مباراتين والأهلي كان فاز في مباراتين، وامبارح كانت المباراة الخامسة والأخيرة والجولة الفاصلة، والأهلي امبارح قدر يكسب المباراة بسكور كمان على فريق الاتحاد السكندري، والأهلي يفوز بدرع كرة السلة بعد غياب حوالي أكتر من 6 سنين. اللفتة الطيبة كمان امبارح مش فريق كرة القدم فقط بس اللي كان بيهدي الإنجاز ده لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لا كمان فريق كرة السلة، وده إن دل على شيء بيدل إن الاجتماعات اللي بتتم على مدار الموسم والدفع المعنوية وتركيز الجهاز الفني واللعيبة، كل ده مش جاي من فراغ، ده جاي بناء على إن في دعم قوي جدا من إدارة النادي ومن إدارة النشاط الرياضي، والكل بالتأكيد بيشتغل عشان يسعد جمهور الأهلي. فامبارح كان يوم مميز جدا، يبدو إن 16 مايو من الأيام المميزة واللي هتفضل دايما مخلدة في التاريخ. كمان كرة الطايرة امبارح، فريق كرة الطايرة رغم الصعوبات اللي واجهها في النشاط المحلي وتغيير اللوائح والأمور اللي ما كانتش مفهومة بالنسبة للدوري والكاس، لكن الفريق أثبت إنه فعلا فريق ألقاب وفريق بطولات. ده مش كلامي، امبارح الفوز بالبطولة الإفريقية على حساب الترجي التونسي أقوى فريق في البطولة الإفريقية في السنوات الأخيرة مع الأهلي، قدر الأهلي امبارح يفوز بهذه المباراة. وانت لو عندك كواليتي لعيب على أعلى مستوى أيا كانت اللوائح في البطولة الإفريقية، لو انت بطل الدوري والكاس تستطيع الفوز بالبطولة الإفريقية، ولكن كلنا عارفين ان اللي حصل في الدوري والكاس والنشاط المحلي اكيد ما كانش منطقي ولا طبيعي في الفترة اللي فاتت. فبالتالي بطل أفريقيا النادي الأهلي قدر انه يشارك في هذه البطولة ويفوز على الترجي التونسي المستضيف للبطولة، والبطولة كانت في تونس وامام اعين كل مسؤول الاتحاد الافريقي للكرة الطايرة، واستطاع رجال الطايرة بقيادة الكابتن محمد بصلحي ميدو الفوز بالبطولة الافريقية في انجاز كبير وعظيم، 15 بطولة افريقية للكرة الطايرة، وايضا كمان 6 ألقاب لفريق السلة بالامس، دوري السوبر لكرة السلة رجال. انجاز عظيم جدا، وبالتأكيد بنهنيهم ومنتظرين كمان المزيد خلال الفترة اللي جاية. وما تنسوش كمان فريق كرة اليد منذ أيام قليلة فاز بالسوبر الإفريقي على حساب فريق نادي الزمالك، وخلال الأيام القادمة إن شاء الله عندهم منافسات وواصلين لمرحلة السيمي فاينال لكرة اليد البطولة الإفريقية، وإن شاء الله نبارك لهم قريب جدا على إنجاز عظيم، وبيلعبوا دلوقتي كمان مباراة سيمي فاينال، فإن شاء الله نبارك لهم قريب جدا ويكونوا موجودين في المباراة النهائية ويكون الأهلي فائز بالبطولة الإفريقية لأبطال الكؤوس بالنسبة للعبة كرة اليد. والختام يوم 30 مايو دوري أبطال إفريقيا الأهلي والوداد، واللي بالتأكيد حلقة النهاردة هتتكلم في تفاصيل جديدة بخصوص هذه المباراة والمستجدات اللي موجودة على الساحة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي اليوم بتحديد الموعد يوم 30 مايو الساعة 9 مساء والمباراة على مركب محمد الخامس في كازابلانكا. طيب أروح لتفاصيل الحلقة ونبدأ بسؤال حلقة اليوم، عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراته غدا أمام البنك الأهلي. خلاص بنرجع للنشاط المحلي وعندنا 3 مباريات في الدوري قبل يعني التركيز في البطولة الإفريقية والنهائي أمام الوداد، والانطلاقة غدا أو العودة غدا إن شاء الله هتكون أمام البنك الأهلي. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة أخذ توقعات حضراتكم للتشكيل المتوقع بالنسبة للأهلي أمام فريق البنك الأهلي. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا للبنك الأهلي، وكمان رسميا نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس. هو في الترند العالمي، ريال مدريد يحدد موعد إعلان ضم مبابي. استعراض مباريات اليوم، النهارده في مباريات محليه، ويمكن في مباراه اقيمت النهارده حوالي الساعه 3:30 وانتهت منذ قليل. فريق مصر المقصه يعني الشوط الاول انتهى بتقدم مصر المقصه على الجونه
بهدف مقابل لا شيء، وفي انتظار بالتأكيد الشوط الثاني بعد قليل. وبالتأكيد المقص عمل نتيجة مميزة في الشوط الأول على الجونة، والمباراة تتلعب في مدينة الجونة. الساعة 6:30 فيوتشر بيستضيف الاتحاد السكندري، والساعة 9 من مساء اليوم الزمالك بيستضيف طلائع الجيش. طيب مباريات اليوم أيضا في الدوري الإنجليزي، الساعة 9 إلا ربع ساوثهامبتون هيستضيف ليفربول، وكلنا عارفين مباراة مهمة جدا لفريق ليفربول، خاصة بعد التعادل الأخير لمانشستر سيتي أمام ويست هام. وأعتقد دلوقتي فرق النقاط لو ليفربول كسب النهاردة هيكون فرق نقطة قبل جولتين خلاص من نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي. دي مباريات النهاردة سواء المحلية أو حتى في الدوري الإنجليزي. أذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل مهمة وهنتكلم عن كلام مهم جدا متعلق بقى بالبطولة الإفريقية والقرارات اللي تم اتخاذها اليوم من الاتحاد الإفريقي بإقامة الفاينال على مركب محمد الخامس. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الترند. الفقره النهارده هتكون مخصصه فقط عن الكره الافريقيه، لان خلاص احنا داخلين في احداث مهمه جدا، وكلنا شايفين الساحه الرياضيه على مدار اسبوعين لا حديث سوى عن مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا والقرارات اللي اتخذها الاتحاد الافريقي والموقف الرسمي للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. قبل ما ادخل في التفاصيل والكواليس اللي معانا، لان النهارده عندنا كواليس مهمه جدا مش كلام، ده هيبقى مستندات. الكاف أعلن النهاردة أن خلاص نهائي دوري أبطال إفريقيا تحدد رسميا يوم الاثنين 30 مايو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في كازابلانكا. وتم تحديد أيضا نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة القادم، الجمعة القادمة إن شاء الله يوم 20 مايو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، لقاء الفائز أو لقاء أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا مع نهضة بركان بطل المغرب. وده النهائي اللي هيتلعب في نيجيريا يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. فخلاص الاتحاد الإفريقي أعلن رسمي توقيت ويوم وملعب المباراتين، سواء نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 مايو ونهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو. وطبعا دي مواعيد مختلفة تماما عن اللي كان حاططها في الأجندة، كان قايل الأجندة 22 كونفدرالية 22 مايو وأحد أيام 27 أو 28 مايو دوري الأبطال، لكن يبدو أن رئيس الاتحاد الإفريقي مشغول بدعوة الحضور أو لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، فالراجل يعني قال لهم إيه أجلوا نهائي أفريقيا شوية عشان مش فاضي، فتأجل لغاية يوم 30 مايو. طيب الجزئية الثانية، وده انفراد لينا النهاردة من خلال شاشة قناة الأهلي، بس قبل ما أدخل في التفاصيل في نقطتين مهمين جدا عايز أركز عليهم بس عشان الناس لما تسمعنا محدش يجتزئ الكلام من النص أو يشيل المقدمة ويدخل في التفاصيل من غير ما يسمع المقدمة والديباجة اللي أنا هقولها. الكلام اللي جاي ده ملوش علاقة إطلاقا بالأشقاء في المغرب، لا له علاقة بنادي الوداد ولا بجمهور نادي الوداد ولا بالاتحاد المغربي ولا بالمسؤولين ولا بالجماهير المغربية. والله العظيم كامل الاحترام والتقدير ليهم وكامل الاعتزاز ليهم، وإحنا بنسعد دايما لما بنكون موجودين في المغرب، لكن بأكد للمرة الثالثة أو الرابعة وأكدت ده في أكتر من حلقة، احنا بنناقش قضيه مع الاتحاد الافريقي، لان خدوا بالكم في 2019 الوداد اتظلم، وفي 2022 الاهلي اتظلم، وفي 2024 او 23 الله اعلم الدور على مين. فالقصه مش مع الوداد ولا مع الاشقاء في المغرب، النهارده ليك بكره عليك. ركزوا في الجزئيه دي، انتوا ياما اشتكيتوا من اللي حصل في نهائي رادس واحنا كنا اول الداعمين ليك وعارفين ان القضيه دي الوداد اتظلم فيها، وكنا عارفين الوداد كان عنده حق. فالمره دي لما بندافع بندافع عن الحق، مش بندافع عن اسم الاهلي عشان الاهلي مجرد ان احنا نادي بننتمي ليه، لا احنا بندافع عن الحق. لو القضيه دي في خطا من عندنا استحاله كنا نتكلم فيها. المغرب ليه الحق انه يطلب التنظيم، والمغرب ليه الحق انه ينظم، لكن التوقيت اللي تم اتخاذ فيه القرار هو اللي فيه مشكله. ليه بقى؟ انا لا هتكلم عن المقارنه ما بين ملف ملاعب نهائي دوري الابطال والكونفدراليه، احنا استعرضناها قبل كده وقلنا خلاص المعايير واحده، ففكره اصل نيجيريا هتنظم لان ما تنطبقش عليها معايير دوري الابطال طلع الكلام في الهوا مش حقيقي. ولا هتكلم على توقيت القرار لان اتكلمت عليه قبل كده وقلنا القضيه مشكلتها في التوقيت اللي اتخذ فيه القرار، كانت حددت خلاص اطراف المربع الذهبي والناس عرفت بنسبه 90% بعد نتائج الذهاب مين اللي هيلعب فاينل، وده اللي حصل الاهلي والوداد في الفاينل. ولا هتكلم على توقيت انسحاب السنغال، كل ده مش هتكلم عليه، واكدت على الاعتزاز بالمغرب، وباكد تاني على الجمله الاساسيه اللي قالها الاهلي في بيانه الرسمي، اول جمله إن الأهلي بيعتز جدا بالجماهير في المملكة المغربية وبالمسؤولين وكل الأندية هناك في المغرب. لكن نروح بقى للانفراد النهاردة المتعلق بالاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي بيشتغل إزاي؟ بيدير المؤسسة دي إزاي؟ هل في يعني عمل مؤسسي ما بين اللجان والمكتب التنفيذي ولا ما فيش؟ تعالوا عشان نشوف اللي حصل خلال الأسبوع الماضي، إيه اللي اتكتب في التقارير
وايه الحيثيات اللي طلعت بيها لجنه الانضباط في اجتماع يوم 9 مايو وفي اجتماع يوم 15 مايو عشان نشوف الحيثيات دي بناء على تقارير مراقب الامن ومراقب المباراه مدى اتساقها مع قرارات المكتب التنفيذي. هل المكتب التنفيذي بيتابع عمل اللجان ولا الناس بتقعد مع نفسها كده وبتاخد قرارات واللجان دي تشتغل في سكه تانية لوحدها؟ تعالوا مع بعض نشوف. يوم 9/5 الكلام ده مش بعيد، يعني بنتكلم من حوالي 6-7 ايام، كان في اجتماع للجنه الانضباط بخصوص الاحداث اللي شهدها مركب محمد الخامس في مباراه شباب بلوزداد والوداد المغربي. اللي قدامكم على الشاشه ده خطاب مرسل وده خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي من خلال لجنه الانضباط بقياده وبرئاسه رامون دهاج الى السكرتير العام للاتحاد المغربي السيد طارق نجم، بيقول له فيه ان الامين العام ان رامون دهاج رئيس اللجنه، عيسى سماع من بوركينا فاسو العضو، السيد يوسف علي من جزر القمر عضو، السيد مصطفى من بروندي عضو اعضاء لجنه الانضباط، عقدوا اجتماع يوم 8 مايو وشافوا الوثائق الاتيه. ايه الوثائق دي؟ دي وثائق بتتعلق بتقارير مراقبي المباراة وتقارير المنسق الأمني. ركزوا في المعاني المكتوبة، تقارير مراقبي المباراة وتقارير المنسق الأمني. المنسق الأمني في التقرير قال إيه؟ بصوا في الفقرة اللي تحت اللي هي الفقرة قبل الأخيرة، بيقول بعد المباراة خاض العديد من اللاعبين من كلا الفريقين الفرحة والسعادة، ثم غزت بعض جماهير الوداد لأرض الملعب للاحتفال مع فريقهم في التوقيت اللي كان لاعبي شباب بلوزداد رايحين لغرفه خلع الملابس. السطر اللي قبل الاخير بيقول ايه؟ ده تقرير المراقب الامني، ده تقرير المنسق الامني مش كلامي انا. مجمع محمد الخامس لديه مشكله كبيره في موقع غرف تغيير الملابس التي ليست مؤمنه على الاطلاق، لان المشجعين يمكنهم ان يلقوا ببعض الاشياء بكل سهوله، والإدارة المسؤولة عن التنظيم لا تستطيع السيطرة على المشجعين في هذا المكان. ده تقرير المنسق الأمني ومراقب المباراة ومسجل في حيثيات لجنة الانضباط. طيب نروح بعدها للصفحة الثانية، بيتكلم بقى بناء على هذه الحيثيات تم اتخاذ العقوبات التالية 1 2 3 4، وكل القرارات دي لا تخصنا في شيء. قدامكم هو على الشاشة دي القرارات اللي تم اتخاذها ما تخصناش في شيء، أنا ما يهمنيش القرار أو العقوبة، ده أمر شخصي، لكن أنا بتكلم على المنسق الأمني قال إيه في التقرير. قال المكان اللي عند غرف خلع الملابس مكان غير مؤمن، وبالتالي ده مكتوب في قرار، يعني في تقرير رسمي للجنة الانضباط. طيب خدوا بالكم، يوم 9 مايو ده اليوم اللي المكتب التنفيذي أعلن إقامة المباراة النهائية في المغرب. يعني خدوا بالكم، لجنة الانضباط انعقدت يوم 8 وطلعت قرار يوم 9 وقالت كده، وده في نفس اليوم اللي المكتب التنفيذي بياخد قرار عكس اللي بيتكتب او بيتقال من المراقبين. طيب نروح ل 15 مايو، اجتماع اخر للجنه الانضباط يوم 15 مايو 2022، يعني بنتكلم اول امبارح. تم ارسال مخاطبه رسميه من لجنه الانضباط ومن الاتحاد الافريقي بتاريخ 15 مايو الى السيد طارق نجم السكرتير العام للاتحاد المغربي، بيقول له ان لجنه الانضباط اجتمعت بخصوص الوقائع المتعلقه بمباراه الرجاء والاهلي اللي أقيمت يوم 21 إبريل. تعالوا بصوا بقى، ندخل في الحيثيات، والاتحاد أو لجنة الانضباط بتقول إن احنا خدنا قرارات بناء على الحيثيات والحقائق اللي ذكرها مراقب المباراة والمنسق الأمني. بصوا الحيثيات مكتوب فيها إيه. المقاعد، ونستعرض كده في الأوراق إن هم الملف ده تحديدا أربع صفحات لجنة الانضباط بتذكر فيها التقارير اللي جت لها من المنسق الأمني ومن مراقب المباراة. بيقول فيها المقاعد التي كانت مخصصة تم احتلالها أو تم يعني جلوس عليها بعض أنصار الفريق المنافس، والمفروض المكان ده المفروض مخصص لدكة الاحتياط للاعبي الأهلي. في نهاية المباراة تم إلقاء المزيد من الزجاجات، تم استخدام الليزر على مسؤولي اللعبة في الاتحاد الإفريقي، مكتوب كده تم استخدام الليزر على لاعبي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، مش الأهلي بس، ده حتى المسؤولين في الاتحاد الإفريقي. انهارت أبواب الملعب قبل بداية المباراة، وتم القفز فوق أسوار الحماية بالنسبة لملعب المباراة، وده أدى إلى حضور عدد كبير جدا من الجماهير، وأدى إلى زيادة في أعداد الجماهير عكس الموقف الرسمي والقرار الرسمي بخصوص حضور الجمهور في هذه المباراة. طيب نروح للورقة اللي بعدها، بيتكلموا إن في زجاجات
وصواريخ وألعاب نارية تم إطلاقها على مسؤول الكاف، وقالوا إن المنسق الأمني طلب من شركة الأمن الخاصة إن هي قدر الإمكان تحافظ على الأمن في هذا المكان، لكن شركة الأمن لم تستطع الحفاظ أو إدراج هذه الحماية على كل المسؤولين في هذه المباراة. قال كمان في نهاية المباراة تم إجلاء اللاعبين من باب الطوارئ، من باب الطوارئ مش البوابات الرسمية لدخول اللاعبين. قال كمان التقرير إن الليزر تم استخدامه لعرقلة عيون لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة 21 إبريل أمام الرجاء المغربي. طيب، لجنة الانضباط ركزت في نقطة مهمة جدا من ضمن حيثيتها. بص، لجنة الانضباط بتتكلم على إيه؟ نص قانوني متعلق بالمادة 10 من لائحة الانضباط في الاتحاد الإفريقي، بيقول لك إن اللجنة التأديبية التي تم تشكيلها وهي مختصة بمعاقبة من ينتهك اللوائح المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، هذا أمر خاص بها فقط وليست من مسؤولية أي عضو آخر في الاتحاد الإفريقي. بمعنى صح، لجنة الانضباط بتقول في نص المادة 10، نص المادة 10 بيقول لجنة الانضباط هي المختصة وهي اللي لها الحق ان تنظر هذه التقارير وتقول المراقبين قالوا ايه، ومحدش في الاتحاد الافريقي ايا كانت سلطاته او اختصاصاته يعدل على قراراتها او يعدل على هذه التقارير التي تم اصدارها. يعني لو المكتب التنفيذي جه قال لك اصل التقارير دي ما كانتش واضحه، ده مش من حقك. لجنه الانضباط حددت وقالت المشكله فين بالظبط، وقالت ان القرارات اللي بتتاخد بناء على التقارير دي محدش في الكاف يقدر يتدخل فيها. طيب، وقالوا كمان ان الماده 82 من لائحة الانضباط في الكاف إن الجمعيات الوطنية والأندية والمسؤولين والجماهير واللاعبين لابد عليهم من احترام مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق. يعني بيتكلم إن الاتحاد الوطني اللي بيستقبل المباراة دي على الملعب ده والنادي المضيف عليه أن يتحمل كل هذه المسؤوليات خلال هذه المباراة طبقا للمادة 82 من لائحة الانضباط. كمان المادة 151 من لائحة الانضباط بتتكلم على ان تنظيم المباريات مسؤولية الجمعيات الوطنية اللي هو الاتحاد الوطني، وبالتالي يجب على الاتحاد الوطني ان يحترم وينفذ قواعد السلامة الحالية طبقا للوائح الفيفا والكاف. كمان بيقول احنا ما خدناش التقارير دي هي الاساس، لا ده احنا كمان اتفرجنا على اشرطة فيديو وصور. يعني تخيلوا كل الكلام اللي مكتوب ده مش تقارير فقط، ده أشرطة فيديو وصور. قولوا لي بقى بعد ما استعرضنا كل هذه الحيثيات والورق الرسمي اللي شفتوه على الشاشة، بأي منطق المكتب التنفيذي بيخالف البنود اللي مكتوبة في قواعد السلامة والأمن في تقارير لجنة الانضباط، وفي الآخر بيسند المباراة لمكان فيه كل هذه الخروقات؟ بأي منطق؟ يبدو أن المكتب التنفيذي شغال في وادي واللجان المختصة شغالة في وادي تاني. أزيدكم من الشعر بيت، لجنة المسابقات كان ليها بعض التوصيات بإقامة المباراة في ملعب جديد، وإقامة المباراة في ملعب مساحته أوسع، وإقامة المباراة في ملعب لم يتم توقيع عقوبات عليه في آخر مباراتين، ولكن تم ضرب كل هذه التوصيات بعرض الحائط، والمكتب التنفيذي اتخذ قراره وقال لك المباراة النهاردة يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس الساعة 9 مساء. إذن واضح جدا إن الموضوع جوه الكاف مين بيدير ومين بياخد القرار، واللجان دي بتجتمع ومحدش بيبص في الورق ولا حد بيشوف الورق مكتوب في إيه، لأن الورق ده لو المحكمة الرياضية شافت إن الملعب اللي هيستضيف الفاينل كل قواعد السلامة والأمن اللي حصلت فيه بكل المشاكل دي بتقارير رسمية، مليون في المية هيكون ليه قرار تاني، لأن يبدو إن الكاف عايز يروح لأزمة أكبر من أزمة 30 مايو 2019 اللي أطلق عليها وقتها أزمة رادس، اللي أطلق عليها وقتها أزمة رادس، أو زي ما قال عليها الزملاء في المغرب وكانت عناوين الصحف المغربية فضيحة رادس. بعد 3 سنين الاتحاد الإفريقي رايح بينا لنفس الموضوع، وبأكد وأنا بختم الجزئية دي الكلام ده أنا بتكلم فيه مع الاتحاد الإفريقي، لا يعنيني تماما ولا بتكلم على الأشقاء في المغرب ولا نادي الوداد ولا جمهوره. قضيتنا على كيفية اتخاذ القرارات والقوانين اللي بيتم انتهاكها بشكل رسمي من قبل المسؤولين في الاتحاد الافريقي. ماتش الكونفدرالية اخر حاجة قبل ما اطلع فاصل، يوم الجمعة اللي جاية اورلاندو بايرس ونهضة بركان، جانيس الكازوي هو اللي هيدير الماتش، وعلى الفار 3 من الحكام المصريين اتمنى لهم التوفيق يا رب، يمكن محمود عاشور حكم تقنية الفيديو،
ومعاه اثنين مساعدين، محمود ابو الرجال والكابتن محمود البنا. نتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله، ويعملوا مباراه جيده في تقنيه الفيديو. اما سيكازوي فحدث ولا حرج، مش محتاج اتكلم واقول تفاصيل، كل الناس عارفه الهيستوري والتاريخ لسيكازوي في الفتره الاخيره، وحذاري كل الحذر من الحكم في مباراه نهائي دوري الابطال. المرشح لهذه المباراه السنغالي ماجيت نداي، وان كان البعض بيحاول يبقى فيه صوت عقل ويتم تعيين فيكتور جوميز عشان المباراه تخرج لبر الامان. هنشوف القرار الفتره الجايه ونشوف الرؤيه، الناس عايزه المباراه تمر لبر الامان ولا يبدو ان الناس عايزه توجه معين، هيبان الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونبدا بقى نركز على مباراه البنك الاهلي، وازاي الاهلي بيستعد لمباراه البنك الاهلي غدا في الدوري العام. زي ما قلت لحضراتكم هنبدا نركز بقى في مباراه البنك الاهلي، مباراه مهمه جدا في الدوري العام، وهنشتغل على المباراه المحليه لمده حوالي اسبوع كده قبل ما يكون في تركيز على نهائي دوري ابطال افريقيا في نهايه هذا الشهر. طيب نروح لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا ركزت على ايه في الساعات الاخيره. اول حاجه معايا الحساب الرسمي لكره بلس بيتكلم ان خبر عاجل، وعكه صحيه تهدد موسيماني قبل مواجهه البنك الاهلي. عايز اقول بس بالمناسبه، هو بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراته فاق الصيف يمكن وجه الشكر للكابتن سامي قمصان، وقال ان يعني اشتغل معايا يومين لان انا كنت مجهد وتعبان شويه في هذه المباراه، عنده نزله برد شديده حسب ما تم اعلانه في الفتره الاخيره من خلال المواقع والصحف، ويبدو ان الوعكه الصحيه ممكن تهدد وجوده في مباراه الغد. عموما يعني بعد الفقره دي هيكون معانا زميلنا محمد توفيق، او نعرف من خلاله ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، او كمان نطمن منه على التدريب والخبر السليم بخصوص يعني موسيماني عنده وعكه صحيه، هل هيكون موجود في التمرين النهارده، موجود في ماتش بكره، ده هنعرفه من زميلنا محمد توفيق. المصري الرياضي بيقول ان النادي الاهلي بيصرف مكافئات خاصه بعد التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. هي المكافاه متعلقه طبقا للائحه، يعني تلقى الخطوه من المسؤول الاهلي ده لتحفيز اللاعبين طبقا للائحه. اللائحه بتقول ان في مكافئات بعد كل دور، وخاصه لو حققت نتائج ايجابيه خارج ارضك بتساعدك في التاهل الى الادوار المتقدمه، فبالتالي هيكون في مكافئات تحفيزيه للاعبين قبل المباراه النهائيه، وان شاء الله يقلل الكل ده بالنجاح في نهائي دوري الابطال يوم 30 مايو. طيب الوطن الرياضي بيركز على مشكله الاجنده الدوليه، والمشكله اللي اتكلمنا عليها قبل كده بخصوص ان النهائي يوم 30 مايو والاجنده هتبدا 30 مايو. مصادر للوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي على تويتر بيتكلموا ان الاهلي يرفض تكرار ازمه الدوليين في المونديال قبل نهائي افريقيا. كلكم عارفين التضارب المواعيد اللي كان موجود ما بين كاس العالم للانديه وكاس امم افريقيا، وفي الوقت ده زي ما انتم متعودين مننا دايما بنبقى عارفين الكواليس والاحداث وبنقول لكم على كل الجديد اللي بيحصل فيه هذه المشاكل. وللاسف للاسف النادي الاهلي بيدفع ضريبه مشاكل موجوده داخل الاتحاد الافريقي وعدم وجود اشخاص عندهم القدره على يعني ترتيب قواعد وترتيب مساله استدعاء اللاعبين وعدم الخلط ما بين المباريات الرسميه والاجنده الدوليه، وان يكون في حد في المكتب التنفيذي عارف التفاصيل دي عشان ما يكونش في ازمات، لان الاتحاد الدولي بيحط اجندته والاتحاد الافريقي بيحط الاجنده طبقا للاجنده الدوليه. المشكله اللي فاتت قلنا مشكله الفيفا، والكاف ما وقفش مع الاهلي في المشكله دي، وكلنا عارفين ان الكاف مش هيقف مع الاهلي ليه، لان الفيفا هي السلطه الاعلى، والكاف ما فيش حد يقدر اصلا يكلم الاتحاد الدولي يقول له في مشكله هنا او هنا، لان كلنا عارفين يعني المكتب التنفيذي جه ازاي والناس نجحت ازاي والانتخابات كانت ازاي، كلنا عارفين كل التفاصيل دي. لكن المره دي الازمه غريبه، لان الازمه هنا داخليه، الفيفا حط اجنده يوم 30 مايو، يجي الاتحاد الافريقي بعد ما كان حاطط مباراه النهائي احد ايام 27 او 28 ده طبقا للخطاب الرسمي اللي اتبعت للاتحادات الاهليه، يعني الجامعه الملكيه المغربيه لما طلبت تنظم النهائي كان مكتوب ليها النهائي احد ايام 27 او 28. إذ فجاه رئيس الاتحاد الافريقي عنده دعوه انه يحضر نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وريال مدريد، خلاص مش مشكله دوري ابطال افريقيا، المسابقه الاولى والاهم ليه على مستوى الانديه مش مهمه، خليها يوم 30. طب مش تبص تشوف 30 ده اجنده دوليه ولا لا؟ طب دلوقتي الاهلي عنده مشكله انت حلتها وكان لازم تحلها وانت عارف انك بتحلها عشان انت عندك مشكله واجلت مباراه منتخب مصر. طب الاهلي عنده استدعاءات لبيرسي تاو، اليو ديانج، علي معلول، يمكن لويس ميكيسوني عنده اصابه فمش هيكون متاح للنهائي، لكن مين هيحل ازمه اليو ديانج؟ مين هيحل ازمه علي معلول؟ مين هيحل ازمه بيرسي تاو؟ الاهلي لا يستطيع انه يلعب بدون الثلاثه، ابرز ثلاث لاعبين ومحترفين في الاهلي هيلعب بدونهم ازاي؟ هتضطر تخليني اخاطب الاتحادات الوطنيه الخاصه بهؤلاء اللاعبين عشان اخد لعيبتي. افرض الاتحاد التونسي رفض، افرض الاتحاد المالي رفض، افرض اتحاد جنوب افريقيا رفض،
ندخل بقى الفيفا طرف ونبدا بقى في مخاطبات رايحه جايه والماتش يوم 30 مايو. هو انت بتصدر لي ازمه؟ ما كفايه المصيبه والقرار الكارثي اللي انت خدته. الناس دي بتدير الكره الافريقيه ازاي؟ انا مش قادر افهم. يعني احنا وصلنا لمرحله الناس بتحط مواعيد وهي مش عارفه هي بتعمل ايه. واللي بيدفع ضريبه كل ده افضل نادي في افريقيا والنادي الوحيد اللي في القاره اللي بيشرفها بره قاره افريقيا. يعني النادي الوحيد في افريقيا والنادي الوحيد اللي في كل قارات العالم واخد 3 برونز هو بطل افريقيا. بدل ما تساعده، مش هقول لك تساعده وتديله بطوله، لا تساعده وتهيئ الظروف لكل الفرق. تيجي تقول لي يوم 30 بدون لعيبه الدوليين ازاي؟ باي منطق واي عقل الناس دي بتدير الكره في افريقيا؟ انا مش فاهم بصراحه. طيب نروح كمان للخبر الثاني. بطولات بيتكلم على ان الوداد بيسارع الزمن لتجهيز لاعبيه لمباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن بيتكلموا على ان في اكتر من لاعب عنده اصابه، ابرزهم بالتاكيد زهير المترجي وكان عنده اصابه في الفتره الاخيره، لكن هيتم تاهيله في المجمع مركز محمد السادس، وده المكان اللي الوداد هيعمل فيه معسكر مغلق خلال الفتره اللي جايه. وفي اتجاه بالمناسبه ان الجامعه الملكيه المغربيه تاجل مباراه الوداد والرجاء يوم 25 مايو. 25 مايو الوداد والرجاء هيلعبوا في الدوري المغربي. الجامعة الملكية المغربية ورابطة المحترفين هتأجل هذه المباراة لإتاحة الفرصة لفريق الوداد لكي يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو. أعتقد الرسالة وصلت من غير ما أدخل في تفاصيل، الناس فاهمة المقصود من هذا الكلام. طيب يلا كورة، بيتكلموا على إن في مصدر بيكشف ليلا كورة موعد تحديد موقف لاعبي الأهلي المعارين. الكلام على قصة كهربا، وهل كهربا ممكن يعود للقاهرة إمتى بعد نهاية الدوري في تركيا؟ هيبقى في فترة راحة ثم يعود للتدريبات، وبالتأكيد هيكون في تنسيق مع بيتسو موسيماني خلال الفترة اللي جاية عشان يعرفوا الموقف النهائي والرسم. الأمر بس مش كهربا، أكتر من لاعب في صفوف الأهلي معار، وبالتأكيد بعد نهاية الموسم في أوروبا هيرجعوا ويتم الاتفاق بقى على الموسم الجديد. طبعا كلنا عارفين إن الموسم في مصر لسه مكمل 30/8، فلسه شوية يعني، قدامنا كمان 3 شهور بعد نهاية مايو. طيب فريق الهاندبول، الحساب الرسمي لكرة اليد أو النادي الأهلي طبعا لكرة اليد، بيتكلموا على ان النهارده كانت في مباراه مع فريق بطل كوت ديفوار دين بوسكو. المباراه انطلقت الساعه 5، يعني احنا دلوقتي بنتكلم الساعه 5:30، يعني انطلقت منذ لحظات، والنتيجه 19-9 لصالح النادي الاهلي. الان الاهلي متقدم على بطل كوت ديفوار 19-9. هذه المباراه في لقاءات نصف النهائي لمنافسات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه رجال، والمباراة على ملعب جنرال سيتي كونشي، والمباراة دي بتتلعب في النيجر، وكلنا عارفين طبعا ده مجمع ملاعب، وكان فريق الكرة لعب عليه مباراة بالتأكيد مع فريق الجمارك وأكثر من فريق في النيجر. دي كواليس قدامكم اهي من النيجر لبعثة الفريق بالأمس، وبالتأكيد كان في استقبال كمان من معالي سفير جمهورية مصر في النيجر لبعثة النادي الأهلي، وكل التوفيق يا رب لبعثة الأهلي إن شاء الله. النهاردة هم خلاص يعني على مقربة من التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على بطل كوت ديفوار، وزي ما قلت لكم النتيجة الآن 19-9 لصالح النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض نستكمل باقي فقرات برنامج الترند، ولسه عندنا كلام مهم جدا في الفقرات اللي جاية. أهلا بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد في هذه اللحظات محتاجين نطمن أكتر على فريق النادي الأهلي. يمكن عقب العودة من الجزائر بعد لقاء وفاق سطيف وتحديد التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد يوم 30 مايو، عندنا 3 مباريات محلية في الفترة اللي جاية. أولى هذه المباريات هتكون بكرة إن شاء الله أمام البنك الأهلي، وبالتأكيد في استعداد خاص من كلا اللاعبين والجهاز الفني، والنهاردة بالتأكيد هيكون في معسكر مغلق. أذهب مباشرة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة، ملعب مختار التتش، مع الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي، عشان نطمئن منه على حالة الفريق، أخبار الفريق، وكمان أهم سؤال وأول سؤال بيتسو موسيماني. في كلام كتير من خلال السوشيال ميديا والمواقع والصحف، وعكة صحية ممكن يغيب عن الماتش اللي جاي، وفي تفاصيل تانية، لكن كل الأخبار ناخدها من زميلنا محمد توفيق. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وفي البدايه حابب ابارك لكل جماهير النادي الاهلي على الفوز بالامس ببطوله افريقيا للكره الطائره، وكمان دوري السوبر للمحترفين لكره السله الرجال، وان شاء الله تكمل بتتويج فريق اليد ان شاء الله ببطوله افريقيا لكره اليد، وان شاء الله بقى يعني البطوله الكبيره والفرحه الكبيره تكون ان شاء الله دوري ابطال افريقيا للفريق للعام الثالث على التوالي والمره ال11 في تاريخه باذن الله يا محمد. باذن الله. طمنا اول حاجه على موسيماني، ويمكن الناس كلها بتسال
موسيماني تعرض لوعكة صحية، مش هيكون موجود في التمرين، مش هيكون موجود في الماتش، إيه الأخبار؟ يعني طبعا هو اول حاجه التمرين حالا دلوقتي محمد، يعني لحظاته يكون معانا موجود التمرين، بيبتدي فريق النادي الاهلي زي ما نقول بيواصل استعداده لمباراه البنك الاهلي. اطمنك بقى في البدايه كان في جلسه جماعيتنا بالدكتور احمد ابو عبله، كان طبعا اول سؤال سالته له هو سؤالك، هو مستر بيتسو موسيماني يمكن غاب على التدريب بالامس طبعا، ليه؟ طبعا هو في حاله مرضيه منه وهو لسه في الجزائر في المباراه الاخيره امام وفاق الصيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه وقال ان هو موجود النهارده الحمد لله، وحالا دلوقتي هو جوه يعني غرفه اللاعبين في محاضره فيديو اللاعبين بيتكلم فيها عن ابرز نقاط القوه والضعف وطريقه اللعب اللي ان شاء الله هيتم تطبيقها غدا باذن الله امام فريق البنك الاهلي. فبحب اطمنك واطمن جماهير النادي الاهلي ان هو الحمد لله حالته اتحسنت بشكل كبير جدا وان شاء الله هيكون موجود في التمرين النهارده. يمكن زي ما قلت لك كلمت يعني كلام كتير جدا مع دكتور احمد عبله، يمكن ان شاء الله يعني في القريب العاجل يكون الفريق خالي من الاصابات نظرا لوجود عدد كبير جدا من الغيابات عن مباراه غدا يا محمد باذن الله. يمكن خلينا نتكلم بالتدريب يعني بالترتيب كده، اكرم توفيق الحمد لله يمكن هتشوفه خلف الوقت اكيد في الكاد، اكرم توفيق بيواصل المرحله الثانيه من برنامجه التاهيلي وان شاء الله يكون موجود في الميعاد المحدد ليه وقبل كده كمان، خاصه ان اكرم يعني زي ما نقول دايس جدا في البرنامج الموضوع ليه سواء في قطر او هنا حتى كمان بعد العوده في النادي الاهلي في القاهره. يمكن احمد دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه بشكل كبير جدا وقال لي اكرم ماشي بمعدلات اكثر من رائعه. عمرو السوليه كمان موجود هنا في الملعب من خلفنا بيؤدي تمريناته الاستشفائيه. يمكن الدكتور احمد ابو عبله قال لي احنا مش مستعجلين عليه، احنا الهدف الاكبر ان يكون عمرو موجود معانا في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله اخر شهر مايو الجاري، فطبعا ما فيش استعجال عليه، سايبينه يتعافى وبيؤدي برنامجه الاستشفائي بشكل اكثر من رائع. يمكن كمان هيغيب عن الفريق بكره للاسف حمدي فتحي طبعا يعني بيعاني من الاجهاد، ففضل الجهاز الطبي والفني انه يخضع ليه برنامج استشفائي وعلاجي في الجيم على مدار امبارح والنهارده، ومش هيكون في تشكيل او قائمه الفريق باذن الله بكره. كمان ياسر ابراهيم اللي طبعا بيعاني من شد في العضله الخلفيه طبعا لسه بيؤدي برنامجه الاستشفائي، مش هيكون موجود في مباراه الغد كمان يا محمد امام البنك الاهلي، لكن وارد انه يكون موجود في اي مباراه من المباريات المتبقيه قبل النهائي ان شاء الله. زي ما قلت لك هو الهدف الاسمى انه يكون موجود في النهائي باذن الله. كمان ديانج كدمه في الركبه، يمكن الجهاز الفني برده الطبي امبارح كان فيه اشعه على اللاعب ففضلوا برده راحته ويكمل تدريباته من الاجهاد اللي ملم بيه في عضلات الركبه. كمان يعني محمد عبد المنعم كان ادى برنامج امبارح، كان ادى برنامج استشفاء وعلاجي ما شاركش في التمرين بشكل طبيعي، ولكن النهارده موجود باذن الله مع باقي الفريق، هيؤدي التدريبات الجماعيه وموجود تحت امر الجهاز الفني، اذا اراد الاستعانه بيه باذن الله في المباراه هيكون موجود وسليم من الناحيه الطبيه. زي ما قلت لك محمد يمكن الفريق رجع لحد ما اتمرنش، اتمرن الاثنين امبارح على طول، النهارده الثلاث كمان التدريبه الاخيره قبل مباراه البنك الاهلي طبعا في اطار مباراه الاسبوع ال 19. يمكن الفريق امبارح ادى تمرين قوي والنهارده كمان هيواصل تمرينه طبعا حاله من الضغط كبيره جدا. عندك لغايه دلوقتي على الجدول ثلاث مباريات قبل نهائي افريقيا، طبعا جدول مضغوط جدا، لسه مش عارفين ان كان هيتم تاجيل مباراه من الثلاثه او لا، طبعا نامل ان يتم تاجيل اي مباراه منهم خاصه ان الفريق مقبل على مباراه مهمه وهتكون كمان خارج مصر، فهتبقى حاله اجهاد كبيره جدا على اللاعبين. لكن حابب اطمنك ان لاعبي النادي الاهلي باذن الله يكونوا عند الموعد. طبعا كابتن سعد حفيظ اتكلم امبارح مع اللاعبين قال لهم المرحله دي مهمه جدا، طبعا كلنا بنفكر في حلم بطوله افريقيا ولكن هذه المرحله مهمه جدا يا محمد، عندك ثلاث مباراه او ايا كانت هيبقى عدد المباريات اللي هتخوضها قبل النهائي، فهي مباريات مهمه جدا في جدول الدوري العام وفي مصير مسابقه الجدول الدوري العام، فطلب منهم التركيز وان احنا نطوي مؤقتا صفحه نهائي دوري ابطال افريقيا ويكون التركيز في البطوله المحليه والدوري العام باذن الله. زميلي العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي يمكن ادانا كل التفاصيل وكل الاخبار المتعلقه باستعدادات الاهلي للبنك الاهلي، وبالتاكيد غيابات مؤثره ياسر ابراهيم اليو ديانج حمدي فتحي السوليه، لكن طمنا ان الكابتن بيتسو موسيماني موجود في المحاضره هيكون موجود بكره ان شاء الله في مباراه البنك الاهلي. اخرج الى فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. نروح بسرعه للترند المحلي ونشوف الاخبار المحليه لان بالتاكيد في كلام مهم جدا. كوره بلس وحساب كوره بلس في تصريح وتوضيح من المهندس احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه بيتكلم فيه على ان بالنسبه لموقف اللاعب اللي مكتوب في عقده انه بينتهي بنهايه الموسم، الموسم دلوقتي هينتهي طبقا للتعديل اللي هيحصل على التي ام اس يوم 30/8. طيب اللاعب اللي مكتوب في عقده ان العقد هينتهي بتاريخ محدد مثلا، يعني عقده هينتهي 30/6 30/7، عقده هينتهي في التاريخ المحدد في العقد، ملوش علاقه خالص هنا بقى بالتيم اس والتعديل اللي تم على التيم اس بعد ارسال اتحاد الكره خطاب للفيفا عشان يعدل التسجيل من 30/6 ل 30/8. مشكله كل موسم وازمه كل موسم وانا مش هتكلم فيها تاني، اخر مره اتكلمت فيها السنه اللي فاتت، السنه دي موجوده والسنه الجايه موجوده والسنه اللي بعدها موجوده، اعملوا بحث كده هتلاقوا نفس المشكله دي موجوده في كل سنه نتيجه ان الدوري مفيش فاصل راحه ما بين الماتشات او بين المواسم. حساب اتحاد الكره بيتكلم عن ان في استدعاء لاحمد حجازي
لمباراتي غينيا واثيوبيا. قرر الجهاز الفني بقياده الكابتن ايهاب جلال استدعاء احمد حجازي مدافع اتحاد جده ضمن قائمه اللاعبين المحترفين في الخارج لمباراتي غينيا واثيوبيا يوم 5 و9 يونيو في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2023. بالتاكيد الموقف امبارح كلنا عارفين ان تم اعلان الاسماء لكن بدون اسم حجازي، لكن على الموقف الرسمي تم ارسال الاستدعاء لحجازي، لكن على الميديا والموقع الرسمي ما تمش ذكر ده، فتم كتابه خبر خاص باحمد حجازي في هذا الامر. اخر حاجه معايا في المشاركات، استاذ احمد مصطفى بيقول توقعاتي بالنسبه لتشكيل الاهلي في مباراه البنك الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، محمد محمود وقفشه، حسين الشحات، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، ومحمد شريف راس حرب. طيب دي يمكن تعليق كده متعلق بتشكيل الاهلي بكره وتوقعات الجمهور على تشكيل الاهلي بكره. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.